دكتورة رضوى، بتفسري بإيه اتساع ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال؟ الحقيقه دكتور انا ما اقدرش اقول ان هي اتسعت او انتشرت، لانه هي ما فيش احصائيات مؤكده ان هي زادت، لكن لانه في فترات قديمه من الزمن كانت الناس بتلتزم بسياسه الصمت، فكانوا بالنسبه لهم ان هم يروحوا يقولوا. تقصدي ان كان الموضوع ده من فتره بالزبط. موجود بس الناس كانت بتسكت. بالظبط، الموضوع ده من فتره موجود وموجود، يمكن بنسب هتكون الفرق بينها بسيط، لكن الحقيقه الناس كانت بتسكت علشان كان يعني بفكره التقاليد، العرف والتقاليد، واحنا مجتمع مقفول فما كانش ينفع حد يتكلم. والدليل على كده ان انا مثلا بيجي في العيادات بتاعتي ناس فوق ال 25 مشاكلهم ان هم اتعرضوا لتحرش جنسي وهم اطفال. فاعتقد ان سياسه الصمت اللي كانت موجوده زمان هي اللي يعني كانت مخليه انه الموضوع لا هو ما فيش تغيير قوي يعني. يعني الموضوع موجود من زمان لكن الناس بدات تتكلم. بالظبط، ولو قلنا ان هو لو افترضنا ان هو بفرض جدل ان هو فعلا زاد، فانا اعتقد ان الزياده دي نتيجه سوء استخدام الشاشات بصرف النظر بقى هي يعني تقصدي او المجتمع مثلا بقى عنده جرأة اكتر في انه يتناول هذه الموضوعات يعني الاعلام. انا شايف الاعلام ساهم في حاجه زي كده. الاعلام ساهم كتير جدا، اصلا اللفظ التحرش الجنسي ده ما كانش لفظ دارج حتى ما بين المجتمع. كنا بنكسف نقوله. بالظبط، الاعلام ساهم كتير جدا ان اللفظ ده يتقال، وان هم يحمسوا الناس انها تاخد حقها وتاخد حق الطفل اللي تعرض لهذا التحرش.